تابعت منتخب الشباب بتاعنا، منتخب الشباب المصري، في ماتشين لغاية دلوقتي. يمكن ما اتفرجتش على الماتشين كلهم يعني، انما الحقيقة اداء ارتجالي فوضوي مستهتر او متسرع. انا مش هقول مستهتر لان الاستهتار معناه عدم الولاء يعني، انما في حالة اندفاع غير ذكية خالص يعني. شفت كتير قوي من اللعيبة دول بيحاولوا يشوطوا عمال على بطال في الاوت، او يشوطوها هاي فوق يمين شمال. المهم شوط اندفاعي يعني تصويب يعني باللغة العربية، اندفاعي شرس ما لهوش اي اساس، بيضيع المجهود. وشوطة واحدة كان ممكن تحل مشكلة ماتش من الاتنين، او شوطة هنا وشوطة هنا تحل الماتشين، لانه عار على منتخبنا للشباب انه هو بيلعب في ارضه وفي بلده ومع فرق من افريقيا، ويتعادل ماتش ويخسر ماتش وباقي ماتش. يعني احتمال انه هو يطلع برا الدورة دي احتمال كبير. الدورة اللي هو بيستضيفها، الدورة اللي هي في بلده، في جمهوره، في قارة افريقيا اللي هو منها واللي هو يعني من زعمائها في الكورة وفي غير الكورة، حاجة تكسف ووصمة عار في جبين اتحاد الكرة في المقام الاول، لان اتحاد الكرة هو المسؤول. عارفين لو احنا غلبنا الماتشين دول وغلبنا الماتش اللي التالت او لأي سبب من الاسباب تأهلنا وطلعنا الدور اللي بعد ده، هيطلعوا بتوع اتحاد الكرة يقولوا بصوا شفتوا مجهودنا، شفتوا العظمة بتاعتنا، شفتوا قد ايه احنا واعيين وصحيين وحلوين، ها؟ ويقولوا زي ما الناس العيانة بتقول احنا اصحاب الفرح والكلام ده. وما بالك بقى لو خدنا كاس افريقيا، هينكروا مجهود اللعيبة وينكروا مجهود المدرب وينسبوا كل حاجة لنفسه. فبما ان الموضوع كده، اذا العكس بالعكس، العدل هو انك انت بتتحمل مسؤولية الخسارة قبل الفوز، مسؤولية الإخفاق، مسؤولية الفضيحة قبل ما تتحمل مسؤولية الفوز أو تفرح قوي بالفوز اللي انت ما عملتوش. اللعيبة دي مش عارفة تلعب والمدرب مش عارف يدربها، اذا لا انت جبت مدرب عدل او جهاز فني عدل، ولا انت جبت لعيبة عدلة، وبالتالي تصبح انت المسؤول عن الخراب ده. انا بتفرج كده بقول يا ساتر، مين دول؟ مين اللعيبة دي؟ شكلهم غريب قوي يعني كان في واحد قاعد جنبي قال ده شكلهم حتى مش مصري. ايه اللعيبة دي شكلها عامل كده ليه؟ هو ايه اللي جرى في البلد؟ ايه اللي حصل في البلد؟ ايه اللعيبة دي؟ ولا واحد فيهم عارف يشوط او يرفع او يدخل او يرجع او يهاجم او يدافع او يسنتر او يباصي او يمرر او ايه. انت لو عملت لقطة سريعة لاربعين سنة فاتوا ولا ثلاثين سنة فاتوا، تلاقي اداء المنتخب نفسه بتاع الشباب حاجة تانية خالص، ولعيبة حاجة تانية خالص، ومستوى حاجة تانية خالص. ايه اللعيبة اللي موجودة دي؟ مين اللي جابها؟ ومين المدرب؟ يعني انا شفت المدرب على الخط ما بقتش حتى عايز اسأل مين ده، لان انا اسأل مين ده لما اكون منبهر بيه، منبهر بأدائه يعني. انما ده ماتش غريب جدا بتاع نيجيريا ده،
طاخ طيخ شوط، طاخ طيخ شوط، طاخ أنانية أنانية بحتة، وشوط في الأوت وشوط هاي وحاجات غير مسؤولة. أنت إزاي بتشوط كده؟ أنت إزاي بتفكر تشوط وأنت مش عارف تشوط؟ طب بصيها، ما تضيعش مجهود الدنيا كلها في لعبة فاشلة زي دي، تشوطها في السماء وتشوطها في الأوت وتشوطها. إيه الاستهتار الفني ده؟ مش هقول استهتار يعني اللي هو الولاء للوطن، ولو انه برضه ليه علاقه، لانه انت بتاخد اللعيب من دول اللي هو عمال يهبل في فريقه وعمال يهبل في منتخبه وتوديه الدنمارك او توديه فرنسا او توديه انجلترا او توديه سويسرا، تبص تلاقيه ما شاء الله عليه حاجه عظيمه قوي قوي قوي، والناس كلها بتسقف له، وكل لعبه طالعه من رجله محسوبه، وبيترعب لا المدرب يزعل منه ولا الجمهور الأجنبي ينتقده، إنما يجوا علينا إحنا ويتشطروا، يقولك يعني هو مين اللي بيتفرج ولا مين اللي قاعد ولا مين اللي هيسأل؟ شوت يا عم، شوت في الهوا، شوت أوت، شوت فوق، أقع، فوتها، مش عارف إيه. يعني هو ده الولاء للوطن، إن أنتوا في بلدكوا والبلدكوا تلعبوا بنص طاقة ويمكن بتلت طاقة ولا بربع طاقة، وأول ما واحد يشخشخ لكم كده بالدولارات وتطلعوا تلعبوا بره في الدول الأوروبية، تبذلوا أقصى جهد وتموتوا نفسكوا وتحتفلوا قوي بالشوطات الحلوة والتمريرات الحلوة والجري. يعني محمد صلاح بيجري، أنا ما شفتش كائن حي واحد على الأرض بيجري بالسرعة دي وبالعزيمة دي إلا النمر، لما كان في المقاولين ولا لما كان في منتخب مصر يعني كان بيتمشى في الملعب. الحق يقال، الحق يقال. هتقولي ما الفلوس ليها سحر، يعني وبعدين في يعني أنا مش هرد دلوقتي على حكاية الفلوس ليها سحر دي، لأن أنت بتقول إن في حاجة اسمها بروفيشناليزم، يعني إن ده محترف، اللعيب المحترف. تعريف اللعيب المحترف على فكرة انه هو بيلعب من اجل التعاقدات المادية، على عيني وعلى راس الكلام ده، ولكن بيبقى له مستوى من الاداء بيحافظ عليه اينما لعب، اينما لعب، لبس فانيلا حمراء، لبس فانيلا صفراء، لبس فانيلا سودا، بيبقى هو منتمي. يعني هديكم مثال بالمحترف نمبر 1 في مصر، حسام حسن وابراهيم حسن، رغم ان انا مش بقول ان هم راحوا لعبوا بره عشان كده بقول محترف، لا، هم محترفين رياضه وكره قدم، كانوا بيلعبوا لنفسهم ولشرفهم ولاسمهم اينما لعبوا، حتى لو لعبوا الاتحاد السكندري مش الاهلي والزمالك وبس، ومش للمنتخب وبس. أداء الشخص مفروض ما يتغيرش، أداء الشخص والليفل بتاع الأداء ما ينزلش عن حد معين وعن مستوى معين. ما ينفعش إنك أنت يدوك قرش زيادة تلعب بقرش زيادة، أنت مش في السيرك ولا مش بهلوان، أنت راجل مسؤول عن فرحة الجماهير، مسؤول عن اسم بلدك. ايه اللعب الفارغ؟ ايه اللعب المتدني؟ ايه اللعب الضعيف؟ ايه اللعب الفاشل اللي انا شفته مع نيجيريا ومع الفريق الاولاني، مش فاكر زيمبابوي ولا موزمبيق حاجة كده يعني. لا ولسه في ماتش ثالث مع السنغال، طبعا انا من دلوقتي بقول عليه العوض، ببقى حاسس وخايف يعني، لانه ده اداء ما ينفعش، ما يجريش الدول دي، ما يجريش اللعب ده، وفي أرضنا. فيعني بصراحة انت تقول انت بتتكلم بحماس قوي قوي على أشبال تحت 20، أرجو الناس اللي هتفكر بالطريقة دي ما تتفرجش علي أحسن. أنا أهتم بكل حاجة تحمل علم مصر وتحمل اسم مصر، وأهتم بالرياضة مهما كان أعمار الناس ومهما كان البطولة. يعني لو بتفرج على جودو او بتفرج على كاراتيه او بتفرج على سكواش او بتفرج على شيش، مادام فيها واحد لابس علم مصر يبقى انا افكر فيه وايده. هاندبول، باسكتبول، فولي بول، اي لعبة
افضل وراهم، اشبال كبار عواجيز، ما تفرقش معايا. الولاء ملهوش شروط، مش لازم يكون ابو تريكا وحسني عبد ربه وعمرو زكي وبس، لا. اي عمر، اي اشتراك دولي بيشرف مصر، وبالمقابل او بالعكس ممكن يضيع اسم مصر الكروي، لان الحاجات دي بتتسجل في التاريخ. هيقول لك سنه 2023 مصر اشتركت بفريقها القومي الشباب وعلى ارضها واستضافت الامم الافريقيه وطلعت من الدور الاولاني بزيرو. هيقولوا كده، التاريخ هيقول كده. انتوا مش اهم من التاريخ، التاريخ بتاع مصر، وانا بتكلم على تاريخ مصر في الكورة. اللي انا شفته ده صفر بالنسبة للتاريخ للأسف يعني. وشكرا.